وأول فقرة بنبلش فيها اليوم هي فقرة ميوزك أند دانس اللي من خلالها نتعرف على مواهب رائعة جدا. وبالفعل موهبة اليوم ما نحسد نقول ما شاء الله عليها، شاب في مقتبل العمر وهو a very good pianist، أيضا كومبوزر يسوي الموسيقى حق نفسه ويعزف بطريقة خيالية. راح تتعرفون اليوم على موهبة رائعة جدا وهي عبدالله البلوشي. عبدالله ما شاء الله لاحظت عليك شغلة وانت قاعد تعزف ان في expressions بوجهك. I've never witnessed that بالبرنامج عندي. I know ان كل فنان عنده his own thing going on داخله. فتل مي انت شنو قاعد يصير معاك وانت قاعد تعزف؟ شوفي انا مودي صراحة لما ابي اعزف زين، يعني طول اليوم عندي وايد اشياء ثانية اسويها، رياضة، جيم، دراسة. البيانو ما اعزف الا لما ابي انام. الحين خلينا نقول خلاص دشيت غرفتي ابي انام، مره واحده ينزل علي الوحي زين واروح بيانوي ولازم اشب لي شمعه، الجو يصير واو. اي كنت بدي اعزف يعني جد بالليل، ما عندي مثلا خلينا نقول رده، خلاص بنام صديقي الوحيد هذا وحبيبتي واشياء ثانيه بعد، فجد اخذ راحتي كل العلاقات إيه. حب وصداقه وعائله واو. فاخذ راحتي معه جد، يعني ادش بالجو والشمعه موجوده، طبعا الشمعه احساس يعطيك يعني احساس جد خيالي مع الموسيقى واحساسك يطلع، ف يعني هذه ما ادري ايش اقول علاقتي بالبيانو صراحه، وايد علاقات. ما شاء الله احنا دخلنا بيتكم انا شفت مواهب العائله يعني your mother should be really proud. Writers, tennis players, magicians, little ones and انت موسيقى. This is يعني وايد مختلف مختلف عنهم. شنو الستوري هني؟ شلون بلشت حب الموسيقى تدخل؟ انزين خلينا نشوف. شوفي رحت بالتنس انا والرياضه وللحين لي بالتنس وبالرياضه. قبل 5 سنين بالثانوي انزين كانت عندنا ماده اختياري فدشيت موسيقى وعزفنا، طبعا التحفيظ يكون انه بس يحفظونك مقطع ما يعلمونك، لكن او يعلمونك مالت وطني الكويت، وطني الكويت وشغلات ثانيه انا اعرفها. اوكي ف اهتميت شوي زياده، يعني قمت خلاص اخلص من المدرسه ارجع عندي بيانو صغير للحين عندي اياه وتكسر وراح فيها اعزف عليه. طبعا بديت اني افتح يوتيوب انفيثفول ريانا، في مقطوعات كل واحد لازم يبدي فيها يعني انفيثفول نيو، اغاني نيو شوي شوي ام جيسنج ابنسنس بعد ابسولوتلي لازم هذه وحتى عندي فيديو يوتيوب لها. anyway بعد 6 اشهر من بدايه العزف ما ادري ليش ما كنت احب اني اعزف لاحد، يعني كنت اعزف بس ما كنت مقتنع، كنت كتدريب. لا تبوك سؤالي. انزين. اسأله؟ جو هيد يلا عشان جاي. He does his own music، هو his own composer. ما هم للحين ما مر علي عازف بيانو من الشباب، يعني من الفئة الشبابية اللي قاعد يألف حق نفسه مقطوعات. How do you do it؟
Okay, well, as I said, and I was going so hard and you stopped me. بعد ست أشهر لقيت نفسي إن مو متقبل صراحة إني أعزف حق أحد ثاني، ما هو غرور ما هو أي شيء، بس سبحان الله ما ارتحت. فجربت إني ألف أول مقطوعة وكانت بعنوان The Way to Hope، طريق للأمل، The Way to Hope. أنت سميتها؟ أنا سميتها، أنا ألفتها بعد ست أشهر. وسجلتها مع السادي ومسي عليه بالخير أستاذ خالد بهجت. ومن يومها قمت أعزف المقطوعة هذه وأرد أعزفها، رد أعزفها، رد أعزفها. بعد ثلاث أشهر طبعا مليت من هالمقطوعة، ليه متى؟ ألفت مقطوعة ثانية اسمها Her Tears. على أي أساس تسمي؟ التسميات تصير يعني أنا خلينا نقول المشاعر اللي خلينا نقول بيومنا هذا، اليوم مستانس أنا، أرد وأنا أعزف شنو المشاعر اللي تطلع معي على البيانو؟ أطلع المقطوعة. ويوجولي شنو المشاعر؟ يوجولي يو هابي بيرسون ولا ايموشنال ولا شنو؟ See, even if I was sad, زين ولا في emotions, I try to turn it into a happy thing. I try to. فهي is a positive person. Yes. فألفنا المقطوعة الأولى، ألفنا Her Tears. بعدها أنا دست بأمريكا، رحت لأمريكا، فاضطريت إني أوقف لي تقريبا سنتين. بعدها رديت، شريت البيانو هناك، رديت أعزف، رديت ألف، ومقطوعة عقب مقطوعة عقب مقطوعة. يعني الحين أنا صار لي خلينا نقول ثلاث سنين ورا بعض اللي قاعد أعزف. شفتك وانت قاعد تلعب ما شاء الله ما كنت خايف ان نشوف your expressions فكنت عايش your own thing وانت قاعد تلعب و I'm looking at your face فانت you're loving this فابي اعرف talk to me about the expressions. موضوع ان يعني تتجاهلين اللي حوالينك هو تتجاهل ما تتجاهل لكن خلاص تدشين بمودك ومثل ما قلت انا يعني انا الف مقطوعات الخاصه واعزفها ولما الفها المشاعر اللي فيني تطلع على البيانو وتطلع بالموسيقى فلما ارد اعزفها خصوصا خلينا نقول قدام الناس لان في بعض الناس تكون فيهم رهبه شلون اعزف قدام الناس وان اخذ راحتي انا بالعكس يعني الناس ممكن تتكلم بس ما راح يهمك يعني تل بوينت اوكي سو وات فلما ابي اعزف انا احاول ان اطلع كل المشاعر اللي طلعتها وانا قاعد اعزف المقطوعه والفها عشان المقطوعه تطلع هاي كواليتي وتطلع فيها جد مشاعر لان اذا عزفتي بدون مشاعر او متحجره او انه بس يعني شوي فيك رهبه المقطوعه ما راح تطلع بجوده عاليه فلازم تاخذين راحتك.